وننتقل بحضراتكم الآن إلى بروكسل، حيث كلمت أمين عام حلف الناتو تعليقا على ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى الأراضي الروسية. إن أبواب الناتو مفتوحة وأظهرنا ذلك خلال الأعوام الماضية. حلفاء الناتو حين التقوا بعد قمة الناتو في مدريد أيضا أوضحوا بأننا ندعم حق أوكرانيا في اختيار طريقها لتقرر أي إجراءات أو ترتيبات أمنية تنخرط فيها، وثم طبعا العضوية ينظر فيها من كل تنظر فيها كل الدول الأعضاء، ويجب أن يكون هناك إجماع. تركيزنا اليوم هو على تقديم الدعم السريع لأوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي الوحشي، وهذا هو التركيز الأساسي والجهود الأساسية للناتو. الحرب ربما قد اتخذت بعدا جديدا اليوم مع كل من الرئيسين زيلينسكي وبوتين واتخاذهما خطوات كبيرة. الآن مع ضم الرئيس بوتين لهذه الأجزاء من أوكرانيا وتهديده بالنووي، هل تدعون للهدوء؟ هل ربما تقولون لزيلينسكي بأن يتنازل قليلا؟ فكيف يمكن للناتو أن تتعامل مع هذا الوضع؟ نحن ندعو الرئيس بوتين لإنهاء الحرب، إنه المسؤول عن بدء الحرب وهو المسؤول عن إنهاء الحرب، لأن لو أوقفت روسيا القتال سيكون هناك سلام، وإذا زيلينسكي وأوكرانيا أوقفوا القتال فأوكرانيا لن تكون موجودة كدولة مستقلة. نتحول إلى موسكو. Supporting Ukraine, we the illegal annexations of Ukrainian territory doesn't change the nature of this war. It remains a war of aggression by Russia against Ukraine, and of course, what we have seen over the last weeks or days is the most serious escalation of this conflict since the invasion. جرى نفس الأمر، فقد كانت النخب لا تسأل الناس عن رغباتهم، وفقط روسيا المعاصرة هي التي قدمت للناس الذين يعيشون في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك وجمهوريتي زابوريجيا وخيرسون، قدمت لهم الحق في اختيار وتقرير مصيرهم. الناس أتوا إلى الاستفتاء واختاروا للانضمام إلى وطنهم التاريخي روسيا. فقط هناك قصة واحدة مما جرى خلال الأيام الماضية. الانتخابات في لوهانسك، كان الناس يقفون في طابور في أحد مراكز الاقتراع، وبدأ قصف مدفعي، سقطت القذيفة بالقرب من الناس ولا أحد منهم ترك الطابور، وهذا الأمر يثير دهشة كبيرة. خلال عشرات السنوات كانوا يحاولون اجتثاث تفكيرهم القومي وهويتهم القومية والتحدث بلغتهم الروسية، لكنهم لم ينجحوا في ذلك. فقد حامل أولئك الناس الحب لوطنهم الأم، ولذلك نقول لهم إن روسيا تفتح أبواب البيت، بل تفتح أمامهم قلوبنا. أهلا وسهلا بكم في بيتكم. Но мы знаем, кому мы обязаны сегодняшним днем. ونعرف من بذل جهودا
ليتحقق هذا الاحتفال وهذه المراسم. هذا من خلال البطولات لمقاتلي دونباس والجنود الروس الذين يحاربون اليوم ويدافعون ببسالة عن خيار الناس الذين اختاروا قبل عدة أيام. وأعرف حق المعرفة ثمن الكلمات. إنهم يدافعون ببسالة، ولذلك كرمز لتأييد ودعم وتعبيرا عن الشكر لاستماتتهم وبسالتهم، أدعوكم لأن ترسلوا إشارة احترام لهم ولشجاعتهم من هنا من الساحة الحمراء وبصوت عال حتى يكون صوتنا مسموعا على مدى 1000 كيلومتر. وبأمر واحد، اثنان، ثلاثة. Дорогие друзья, мы сделаем все для того, чтобы поддержать наших братьев и сестер и в Запорожье. نبذل كل ما في وسعنا لدعم أشقائنا في زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك ولوهانسك. سنفعل كل ما في وسعنا لضمان الأمن ورفع مستوى الأمن في تلك الأراضي، ومن أجل هؤلاء الناس سنبذل كل ما في وسعنا لإعادة نهوض بالاقتصاد وبناء مدارس جديدة ومستشفيات وجامعات. لقد أصبحنا أقوى لأننا متحدون وراء الحقيقة، والحقيقة تولد القوة. سيكون النصر لنا. شكرا، شكرا لكم وكل التوفيق. Звучит гимн Российской Федерации. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая великая слава, твое достояние на все времена. كانت هذه بعض الكلمات التي تابعناها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين احتفالا بضم 4 أقاليم من الأراضي الأوكرانية إلى روسيا. ومن قبلها كانت هناك أيضا كلمة من بروكسل لحلف الناتو ردا على ضم هذه الأقاليم 4 من الأراضي الأوكرانية. Oh,
Спасибо. С Богом.